يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اللي ما يعرفني انا اسمي باسم، مهتم في العمل المرئي وبالاخص العمل المرئي في الراب، لانه اشوف انه يحتاج للتطوير. وتقريبا اذا ما كنت الاوحد اسوي هذا المحتوى او مهتم في هذا المحتوى فانا من القلائل جدا. ففي الفتره الاخيره بدينا برامج جديده وتنوع جديد. طبعا مين احنا؟ انا والناس اللي شاكر لهم جدا انهم يعطوني من وقتهم. فاخر 3 فيديوهات زي ما شفتوا من اعدادكم، يعني منكم وإليكم. فهذا الفيديو مو من إعداد أحد، ولكن من فكرة خارج الصندوق أو خارج المحتوى اللي أقدمه أو خارج المنطقة اللي أقدمها. فنشكر أخونا ياسين على اقتراح هذا الفيديو. فاليوم عندنا عمل من ربر من السودان، زي ما أنتم شايفين الساحة السودانية، إذا كانوا في السودان أو خارج السودان صراحة مبدعين الفترة الأخيرة. فرح نبدأ أول فيديوهات لنا من خارج الراب السعودي أو الخليجي، فاخترنا أكيد الجيران، ما بينه وبينهم إلا بحر. من السودان اليوم عندنا بودا، مو بوذا، في نقطة تختلف، ما أدري يعني بودا ولكن هو اسمه كده شكسبير. خلينا نشوف آخر التطورات المرئية في الساحة العربية أو من ينتموا للساحة العربية. خلينا نشوف بودا شكسبير إيش عنده. كار كتير في بالي كاني شكسبير، بيحاولوا يجروا برا مخي بعت لهم كم هير. بودا يوفر لك مزيكا بتطرب لك الاير، ايه ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير. كار كتير في بالي كاني شكسبير، بيحاولوا يجروا برا مخي بعت لهم كم هير. بودا يوفر لك مزيكا بتطرب لك الاير، ايه ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير. كار كتير في بالي دايرة طلع جمع جنبي شرطي قال لي فكفكة، قلت له دايرة فكر قال لي لا ما هي. مشيت لحتة تانية وقمت انت المرحلة، جاتني فكرة عندي فيديو دايرة شوتو، بس قروشي ناقصة فالمصور ما دي بوزو. قلت له مزيكا فوق توصلك لبلوتو، قالوا لي ابو ده قلبي تعملو ده فودو. قلت لهم ده من عالم ما هي، قاموا قالوا لي الميكس مجنون بين اللغات. قمت قلت لهم اصله ما في مشكلة، اسمع المزيكا دي ونحلك بس كده. افكار كتير في بالي كاني شكسبير، بيحاولوا يجروا برا مخي بعد سلم كم هير. بودا يوفر لك مزيكا بتطرب لك الاير، ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير. كنت متكل جوا الشقة، جاتني فكرة عطا تذكرة لي جدة، ستفت الشنطي انا كبرته وصلت مع معتز مشيت الزهرة، لانه كنت داير لي حاجة بارتي. قالوا لي الحل بسيط يا عزيزي، مشيت لقيت الناس دي كلها قاعدة وين وين في البطريق يا حبيبي. وبس قربنا للنهاية، بالنسبة لبودة دي ادابة البداية، شغل صغل ما بتحتاج ملاية، بودة تاكين وعي ولاية. افكار كتير في بالي كاني شكسبير، بيحاولوا يجروا برا مخي بعت لهم كم هير. بودة يوفر لك مزيكا بتطرب لك الاير، ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير. ما بيتوصلوا كتير، ما بيتوصلوا كتير. صراحة العمل رهيب جدا، عجبني وباين انه مدفوع عليه مضبوط، الفيديو والكواليتي كويس. فخلينا نمسك نقطة نقطة عشان اللي بيستفيد يستفيد والفيديو يطلع بشكل مرتب. بداية التصوير ممتاز من ناحية الفوكس، من ناحية الزوايا، من ناحية ما في اهتزاز، ومن ناحية تنوع اللقطات ما كان ينقصها اي حاجة. حتى في بعض المشاهد كان فيه اهتزاز ولكن كان يتطلب اهتزاز او انه عطى جمالية الاهتزاز للمظهر، زي مثلا وقت ما كان قاعد في الشقة فيه اهتزاز خفيف، وهذا شيء حلو ما كان شيء سيء ابدا. والزوايا برضو كانت جميلة، لما كان ماشي في الشارع كان المصور اخذ اللقطة من تحت فكانت باين العماير من فوق، فكانت زاوية التصوير مرة بطلة، احسن ما انه كان جابها زي ما انتم شايفيني دحين بشكل مباشر. فالمصور كان شكله محترف، عشان كذا اقول لكم مكلف الفيديو. بالنسبة للمونتاج، المونتاج كان كويس، انتقالات اسوي الانتقالات، انتقالات العادية اللي هي القصة العادي من لقطة للقطة انا افضلها، مو دائما احب الانتقالات اللي فيها تأثير او شيء، احب اللقطة
لقطات تجي زي كذا اللي هي لقطات أساسية، وهنا تعتمد على شطارة اللي قصقص وقت المونتاج واختار اللقطة من كل تصوير. التلوين كان ممتاز وممتاز جدا، متوافق مع الإنارة المستعملة، متوافق مع المشهد، متوافق مع الإنارة، متوافق مع الأزياء، متوافق مع كل حاجة. ولكن لما نتنقل المشهد لجدة كنت أتمنى أنه يكون فيه تأثير، لأنهم صوروها بدون أي تأثير، ممكن تصحيح ألوان خفيف بس، فكنت أتمنى أنه يعطوها ألوان سينمائية عشان تطلع بالشكل الجيد وتكون ملائمة للفيديو أكثر. بالنسبة للقطات كانت كافية ووافية، كان في تنوع، ما في مشهد حسسني بالملل، تنوع ممتاز جدا. في البداية استعملوا الدرون فوق الجسر، بعد كده استعملوا الدرون هو كان ماشي داخل بين المبنيين، بعد كده في جوة الباركينج والشقة والاستديو، وبعدين وقت ما تنقلت لجدة وراحت محل الاسكريم كانت تنوع ممتاز جدا. الإنارة برضو عجبني انه تلاعب بالإنارة ما تكررت، بداية استعملوا الإنارة إنارة الشمس، ممكن يكون فيها عوازل اللي هي تعكس نور الشمس نوعا ما، تشيل الشادو شوية من الوجه، فهذا شيء كويس انه نستعمله. بعد كده استعملوا اللمبات الأحمر للاستديو واستعملوا الأزرق عشان يبينوا لنا انه كان في بيته في الليل، فهذه الأشياء كلها وصلتني والتنوع كان جميل جدا. بالنسبة للأزياء برضو من الأشياء المهمة في الفيديو عشان يطلع الفيديو بشكل ممتاز، الأزياء كانت كويسة، بدأت حق المؤدي ولكن أزياء العسكري إذا ما جاب طاري العسكري في اللاين ما كان عرفت أنه في عسكري أصلا، ما كان باين عليه أنه عسكري. توقع أنت في أمريكا الأزياء هذه سهلة أنك توفرها، فيا كان يحتاج أنه العسكري يبان أنه أكثر عسكري بالأزياء. طبعا ثقته قدام الكاميرا ما شاء الله ممتازة جدا، كانوا متعود على الكاميرات وهذا شيء كويس. الثقة قدام الكاميرا مو أي أحد تسيبها، بالذات في ناس فكلوا الكاميرا وشوف كيف تلخبط، ربر كثير يبان أنه متصنع، في مؤدين كثير يبي يسوي المشهد ويخلص، ولكن هنا ثقته وتحركاته كانت جيدة وأكثر من رائعة. بالنسبة للأداء والكلمات واللحن كان العمل رهيب بشكل عام، ويثبت في العقل، تقعد ترددها لما تسمعها، تقعد ترددها لا إراديا. والأرهب في الموضوع الميكس اللي ساير بين اللغة الإنجليزية واللهجة السودانية، طبعا اللهجة السودانية بحكم أني من جدة فأنا متعود عليها جدا، فكان فحلو الواحد أنه يستعمل لهجته، فهي اللي أعطت للعمل جو أكثر من رائع. بالنسبة للصورة الخارجية ما في صورة خارجية، يا باسم طيب إيش فائدة الصورة الخارجية؟ الصورة الخارجية هي زي ما أقول دائما الكتاب باين من عنوانه، الصورة الخارجية هي اللي تجر اللي يقلب في اليوتيوب أنه هو اللي يدخل، فأتمنى أنه يكون في صورة خارجية لهذا العمل والعمل اللي قبله اللي هو بابلو. شكلك ما سمعتها، نسمعك منها مقطع. Eat money like Pablo. Uno, dos, tres, cuatro. خلي كل اللي في خاطر. تأكد إنه القروش دي تامة. أنا بابلو. فكل اللي يقول لي أنت مين؟ أنت مين؟ كنت ساترو لكن بتجاوب بنصب لو كمين. بنصب لو كمين. لسه ناترو بس لو يتأخر حليف. والعمل برضو 5K وهذا أدى وضوح ودقة ممتازة جدا. أتوقع إنه مستعملوا برنامج Final Cut، البرنامج الغني عن التعريف لأجهزة أبل. وتقريبا هذه أغلب الملاحظات اللي لاحظتها. العمل جميل، إن شاء الله نشوف بودا في المستقبل يخش العالمية إن شاء الله وزاحم الشعب اللي هناك. نتمنى للجميع التوفيق. كان معاكم باسل، شوفكم فيديو تاني إن شاء الله، دمتم بسلام والسلام عليكم.